محاضرتنا اليوم موضوعها هو الاشتقاق. فبالنسبة لهذا البحث المشتقات فبالنسبة لموضوع المشتقات راح يكون على مدى 3 محاضرات، لأن هذا البحث طويل وله استخدامات متعددة وكثيرة، منها ما هو رياضي. احنا راح نشوف التطبيقات الرياضية لها، لأنه بالمستقبل راح نشوفه بمقرر آخر في تطبيقات اقتصادية للمشتقات. فأني وياكم إذن نبدأ ببحثنا اليوم اللي هو المشتقات. فاليوم أول شيء بدنا نشوف ما المقصود بالمشتق، ونبدأ بعدين بإيجاد المشتقات على مهلنا لكل تابع، كيف نوجد المشتق لهذا التابع. فبداية نفرض أنه عندي التابع التالي y يساوي 2x زائد 5. فأنتوا الآن أمام تابع من الدرجة الأولى، هذا التابع سميناه تابع صحيح ومعرف على مجموعة الأعداد الحقيقية إلى آخره، تعرفوا هذا الكلام. بس الآن لو أعطينا لإكس قيمة تساوي 1، كم ستكون واي؟ لأنه مثل ما بنعرف إنه إكس يخضع في عفواً واي يخضع في تغيراته لإكس، فكلما تغيرت إكس راح تتغير واي، لأنه هذا التابع معرف ومستمر. فعندما إكس 1 تساوي 1، كم تكون واي؟ بنعوض، فواحد ضرب 2 زائد 5 7، اذا هاي اول قيمة لواي بتكون 7. طيب الان لو فرضنا اعطينا للقيمة اكس القيمة 4، كم ستكون واي؟ كمان راح تتغير قيمة واي، بنعوض 4 في 2 8 و5 13. الان من الان فصاعد بنسمي التغير بقيمة x ونرمز له بالرمز دلتا x، هو التغير بقيمة x. هذا التغير يحسب على الشكل التالي: x2 ناقص 1. تعالوا نحسبها لبياناتنا، فلاحظوا x أصبحت 4، كانت 1 معناته تغيرت بمقدار 3، هذا بنسميه التغير بx بمقدار 3. بنفس الطريقة نرمز بدلتا واي لمقدار التغير في واي، ويحسب بانه واي 2 ناقص واي 1. تعال نحسبها لبياناتنا، واي 2 هي 13 ناقص واي 1 هي 7 يساوي 6. اذا حتى الان ما سويت شيء، بس حسبت انه مقدار التغير، او اني اعطيت قيم لاكس واعطيت شفت شو طلع مقابلها لواي وحسبت التغير بx والتغير بواي. الآن السؤال، عندما تغيرت x بمقدار 3 تغيرت y بمقدار 6، صحيح هذا الكلام؟ لاحظوا من بياناتي، عندما تغيرت x بمقدار 3 تغيرت y بمقدار 6. السؤال، لو تغيرت x بمقدار 1 كم ستتغير y؟ شو رأيكم؟ تتغير بمقدار الضعف. كيف حسب؟ كيف تم حسابها؟ هذا يحسب على الشكل التالي، هذا اسمه نسميه معدل التغير، قيمة وسطية دلتا واي على دلتا اكس، هذا نسميه معدل التغير او بمعنى اخر متوسط التغير. فبنعوض دلتا واي هي 6 دلتا اكس هي 3، الجواب يساوي 2. الآن بإمكاننا نقول على الشكل التالي، عندما يتغير x بمقدار 1 سوف تتغير y بمقدار 2، هذا نسميه معدل التغير. هذا معدل التغير دلتا y على دلتا x. لاحظوا الاثنين من هي؟ هي أمثال x، لأنه تابع من الدرجة الأولى، لأنه تابع من الدرجة الأولى. فإذا دلتا y على دلتا x بشكل عام تعريفه هو مقدار التغير بالتابع عندما يتغير المتحول بمقدار وحدة واحدة. بمثالنا إذا تغير x بمقدار 1 راح يتغير y بمقدار 2. حتى الآن ما شفنا مشتق هون، تماما ما شفنا مشتق.
عم نحكي عن معدل التغير. الآن لاحظوا المشتق ما أبسطه صار مفهومه. الآن بدي التغير بإكس يكون قريب من الصفر. دلتا إكس تذكروا النهايات في المحاضرة الماضية تتناهى إلى الصفر، هي خفيفة جدا التغيرات. معناته الآن بدي نهاية هذا المعدل عندما التغير بإكس يكون قريب من الصفر، هذا بنسميه المشتق واي فتحة، نرمز له بالرمز واي فتحة أو بالرمز اف فتحة اكس، أو ممكن نقول واي فتحة بالنسبة إلى اكس، كلها هذه تدل على المشتق. معناته شو تعريف المشتق؟ لاحظوا شو تعريف المشتق راح يطلع. معدل التغير كان تعريفه مقدار التغير بالتابع عندما يتغير المتحول بمقدار واحد. الآن قلت إذا كان هذا التغير قريب من الصفر معناته بصير عندي المشتق واي فتحة هو مقدار التغير في التابع عندما يكون التغير أو يتناهى التغير بإكس إلى الصفر أو يكون قريب من الصفر أو أحيانا نسميه طفيف جدا، هذا هو تعريف المشتق. معناته الآن تكون عم تفكروا هذا المشتق لشو بدي استخدمه وليش نستخدمه، نشوف بعد قليل بعد ما نحكي الآن شو أشكال المشتق، كيف راح يكون المشتق، كيف راح تكون إشارته. فإحنا شفنا إنه دلتا واي على دلتا إكس هذا معدل التغير، عرفنا مقدار التغير في التابع عندما يتغير المتحول بمقدار واحد قد يكون أكبر من الصفر موجب. فتذكروا معي إذا عندي كسر إمتى الكسر بيطلع موجب؟ راح يكون إما موجب على موجب وإما سالب على سالب، مو صحيح؟ بيطلع موجب. معك إذا لاحظت أني هون بنلاحظ هون إمتى بيكون معدل التغير موجب؟ قال إذا كان تغيرات X و Y بنفس الاتجاه، لاحظوا موجب موجب يتزايد يتزايد أو يتناقص يتناقص بنفس الاتجاه، فبهاي الحالة بيكون التابع متزايد. وبنفس الطريقة بيكون واي فتحة أكبر من الصفر أيضا موجب لأنه هو نهاية هذا المعدل. أما إذا كان دلتا واي على دلتا إكس أصغر من الصفر سالب، كسر إمتى بيكون سالب؟ بده يكون عندي إما سالب على موجب وإما موجب على سالب، أي أن تغيرات إكس وواي باتجاهين مختلفين متعاكسين، هون التابع بيكون متناقص، بيكون التابع هون متناقص. وواي فتحة أيضا راح يكون أصغر من الصفر سالب، واي فتحة بيكون سالب. أما إذا كان دلتا واي على دلتا إكس يساوي الصفر، إمتى الكسر يساوي الصفر؟ بيكون البسط يساوي الصفر. تماما بيكون البسط يساوي الصفر، يعني التابع ما بيتغير مهما تغيرت إكس، دلتا واي ثابتة، دلتا واي ثابتة. بهاي الحالة نسمي التابع ثابت ما بيتغير حسب تغير إكس، هو له قيمة ثابتة. وبنفس الشيء بيكون واي فتحة المشتق لهذا التابع يساوي الصفر. إذا معدل التغير إما أن يكون أكبر من الصفر وإما أن يكون أصغر من الصفر وإما هو يساوي الصفر. وبشكل مشابه المشتق واي فتحة هو إما أن يكون موجب وإما أن يكون سالب وإما أن يساوي الصفر. بالنسبة للمثال الأخير الحالة الأخيرة دلتا واي على دلتا إكس إمتى يساوي الصفر؟ إذا كان دلتا واي يساوي الصفر. بهاي الحالة مهما تغيرت إكس بس بشوف إنه أني واي ثابتة، واي ثابتة يعني القيمتين لواي متساويتين فالفرق بينهما يساوي الصفر، فهيك نقول التابع يساوي ثابت، التابع يساوي ثابت مهما تغير المتحول. إذا هيك إحنا الآن نكون عرفنا المشتق هو نهاية معدل التغير، لاحظوا واي فتحة يساوي نهاية دلتا واي على دلتا اكس عندما دلتا اكس تسعى على الصفر، وعرفنا احنا الان قلنا هو مقدار التغير بالتابع عندما يتغير المتحول بمقدار طفيف جدا قريب من الصفر. هذا تعريف المشتق. الان هندسيا شو معنى المشتق هندسيا؟ لاحظوا لانه في تطبيقاتنا
قد نعتمد على هذا المفهوم الهندسي للمشتق. ماذا يعني المشتق هندسيا؟ لو فرضت انه عندي التابع y يساوي fx له المنحنى التالي باللون الاسود، لاحظوا هذا المنحنى باللون الاسود، فمثل ما عرفنا معدل التغير، لو اعطينا x القيمة x واحد راح يطلع للتابع قيمة y واحد، هون بيكون للنقطة E. الان اذا x اخذت القيمة x اثنين راح يتغير التابع لـ y 2 بيكون عند النقطة M. الآن مثل ما عرفنا دلتا y هي x 2 y 2 ناقص y 1، لاحظوا هاي هي هون موجودة وهذه القيمة هي نفسها هون. أما دلتا x هي x 2 ناقص x 1، هاي القيمة هون. معناته الآن لاحظوا على الشكل دلتا y على دلتا x اللي هو معدل التغير، لاحظوا شو بيساوي، المقابل على المجاور لمين؟ للزاوية التي يصنعها القاطع، هذا القاطع باللون الأسود الذي يقطع المنحني بالنقطتين A و M، هذا معدل التغير. طيب الآن نهاية معدل التغير عندما دلتا X تتناهى إلى الصفر، هذا سميناه المشتق Y فتحة، هذا على الشكل كيف بده يصير؟ فلاحظوا هون دلتا X تقترب من الصفر، الفرق يقترب من الصفر، يعني كأنه X 2 تسعى الى اكس واحد، تقترب من اكس واحد. فلاحظوا لما اكس اثنين تاخذ القيمه اكس واحد، فلاحظوا بهذا المستقيم الاسود القاطع باللون الاسود بده يصير الازرق، وكلما اقتربت راح يتغير القاطع حتى نوصل تقريبا اكس اثنين تنطبق على اكس واحد، فبصير عندي هذا المستقيم هو عباره عن المماس، هذا المماس باللون الاحمر بالنقطه A، المماس باللون الاحمر. معناته الان المشتق هي نهاية معدل التغير، وشايفين معدل التغير الآن بده ينتهي إلى ميل المماس، فإحنا الآن المشتق بيكون تعريفه هو ميل المماس للمنحني، ميل المماس للمنحني. لو فرضنا المنحني راح يكون عندي بهذا الشكل، لو فرضنا أن المنحني راح يكون بهذا الشكل، فالمماس إذا كان بهذه النقطة ميل المماس هو المشتق، لاحظوا هون واي فتحة راح يكون موجب أكبر من الصفر، لو كان المماس بهذه النقطة راح يكون واي فتحة أصغر من الصفر سالب، أما لو كان المماس بهذه النقطة موازي لمحور السينات بيكون واي فتحة يساوي الصفر، يساوي الصفر والتابع هون بيكون ثابت. إذا لاحظوا احنا بالمستقبل ممكن حسب التعريف الهندسي نطبق المشتقات. ثاني اذا بدي اعرف التابع متزايد ولا متناقص، معناته ممكن اتوصل هون الى المماس، او ما هو ميل المماس بهذه النقطة حسب ميل المماس بالضبط. اذا هذا المعنى الهندسي للمشتق. الان عرفنا المشتق، عرفنا ماذا يعني هندسيا، كيف بدي اشتق؟ هاي النقطة الاهم، اني كيف بدي اشتق التوابع؟ فاني وياكم الان بدنا نشوف التوابع، كل تابع نستنتج القاعدة لاشتقاقه، نحفظ هاي القاعدة وهيك بدي اشتق التوابع. فلاحظوا انتم الان بكل المشتقات عرفنا انه واي فتحة يساوي نهاية دلتا واي على دلتا اكس نهاية معدل التغير عندما دلتا اكس تسعى للصفر، معناته اني الان بكل تابع بدي اوصل لمعدل التغير، بعدين بدي اشوف نهاية هذا المعدل عندما دلتا اكس تسعى للصفر. وتتذكروا انتم بالمحاضرة الماضية بنعرف نوجد النهايات، كيف بنعوض حتى نوجد النهاية، هون هذا اللي بدنا نساويه الان بكل قواعد الاشتقاق. اول قاعدة للاشتقاق هو طبعا للتوابع الصحيحة، التوابع الصحيحة هي اما ان يكون تابع ثابت او من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة الى اخره، هاي التوابع الصحيحة. فبدنا نبدأ بهاي التوابع الصحيحة، اول تابع التابع الثابت y تساوي a تساوي قيمة ثابتة 3 على سبيل المثال 4 5 إلى آخره، هذا التابع بهذا الشكل تتذكروا بالمتراجحات شفنا كيف شكله، إذا قلت y تساوي 3 بيكون المنحنى موازي لمحور السينات، هاي 3 موازي لمحور السينات، فمهما تغيرت قيمة x لاحظوا قيمة y هي ثابتة 3، معناته بهاي الحالة أنا إذا بدي دلتا y
على دلتا اكس ونشوف نهايته. دلتا واي شو بتساوي بهاي الحالة؟ تساوي صفر. دلتا واي التغير بقيمة واي، واي ثابتة، لاحظوا ما وين ما كانت اكس في قيمة واي تساوي 3، فثلاث ناقص ثلاث صفر، فدلتا واي يساوي صفر دوما على دلتا اكس مهما كانت قيمة دلتا اكس. فمعناته الان صفر على دلتا اكس شو يساوي؟ يساوي صفر، هذا معدل التغير. نفس الشيء الان لو دلتا اكس تناهى للصفر، مو ساوى الصفر، تناهى للصفر، فبيكون في عندي هون معناته دوما نهاية هذا المعدل بهاي الحالة يساوي الصفر، لأنه البسط يساوي الصفر. فهون نستنتج دوما القاعدة التالية، مشتق التابع الثابت هو يساوي صفر دوما، مشتق الثابت يساوي الصفر، لأنه ما عم يتغير. ما احنا حرفنا المشتق انه مقدار التغير، ما هو بالأصل ما عم يتغير، فالمشتق يساوي الصفر. حتى لو اعتبرتوا انه هذا المستقيم هو منحني، المماس له كيف راح يكون؟ المماس منطبق عليه، موازي لمحور السينات منطبق عليه، فمعناته هون المشتق يساوي الصفر. معناته من الان فصاعد اذا عندي تابع ثابت واي تساوي على سبيل المثال 5، فورا معناته مشتق واي فتحه شو بيساوي؟ الصفر. مشتق واي فتحه يساوي الصفر. مثال اخر، واي تساوي جذر الاربعة، واي فتحة شو بتساوي؟ الصفر، لانه يعني ثابت. نفس الشيء، واي تساوي لوغاريتم المية، واي فتحة شو بتساوي؟ الصفر، لانه يعني كمان هون ثابت. لاحظوا ما في عندي متحول، اذا هاي اول قاعده اشتقاق وابسطها. ما ننسى هذا الكلام، مشتق الثابت يساوي الصفر. ننتقل الان لتابع من الدرجه الاولى، ونبدا بالاسهل، التابع واي يساوي اكس، فواي اكس متساويين بهذا التابع، معناته تغير واي وتغير اكس متساويين، معناته بما انه تغير واي وتغير اكس متساويين معناته دلتا واي على دلتا اكس تساوي الواحد. معناته الان تعالوا نشوف نهاية الطرفين عندما دلتا اكس تسعى للصفر. نهاية الطرفين عندما دلتا اكس تسعى للصفر، الطرف الايسر هو واي فتحة، اما الطرف الايمن لاحظوا هون في دلتا اكس معوض فيها ما في، هو واحد، معناته التابع واي يساوي اكس مشتق دوما الواحد. بس الان ممكن بطريقة اعم نحكي هذا الواحد من هو الواحد؟ طلع من هو الواحد، هو امثال اكس، امثال اكس. الواحد هو امثال اكس، معناته الان القاعدة بتكون ان مشتق التابع من الدرجة الاولى هو امثال اكس، مشتق التابع من الدرجة الأولى هو أمثال X. هيك نحفظ القاعدة ونشوف أمثلة عليها كيف بدي أوجد المشتقات. يلا بنبدأ. Y تساوي 3X، Y فتحة شو بتساوي؟ مو الواحد، لا أبدا، الأمثال، أمثال X هو الثلاث، هو الثلاث تماما. مثال ثاني، واي تساوي ناقص اكس، واي فتحة ناقص واحد، تمام ممتاز. الامثال، الامثال هي ناقص واحد. واي تساوي اكس ضرب 5، واي فتحة شو بتساوي؟ عم اشوف اجاباتكم، لا في عم تخربطوا الامثال. لاحظوا اكس ضرب 5، مو هي نفسها 5 ضرب اكس؟ مو هي نفسها، هي نفسها. معناته امثال اكس مين هي؟
هي سواء كانت من اليمين او كانت من اليسار، فهي الخمسه. اذا فهي الخمسه بالضبط بهذا الشكل بهذا الكلام. مثال اخر، واي تساوي لوغاريتم 100 اكس، واي فتحه شو بتساوي؟ لا مو المية، ابدا مو المية. فاللي قال اثنين صح، ليش؟ لانه هون هي الاكس، هي الاكس، اكس من الدرجة الاولى، مين امثالها؟ لوغاريتم من مية امثالها، لوغاريتم من مية امثالها، فواي فتحة تساوي لوغاريتم من مية، وهي بنفس الوقت تساوي اثنين، وهي بنفس الوقت تساوي اثنين. بس بهمني هون انه ننتبه هون، مين هي امثال اكس؟ هي لوغاريتم من مية، لانه خلص طابع من الدرجة الاولى، بس بدي المشتق بدي امثال الاكس، امثال اكس. اذا هاي بالنسبة لتابع من الدرجة الاولى، واضحة فكرتها للمشتق؟ هيك موجود مشتقه. تمام، ننتقل لتابع من الدرجة الثانية او ثالثة او رابعة او خمسة الى اخره. راح تكون عندي قاعدة واحدة بس تعطي نستنتج اول شيء القاعدة من تابع من الدرجة الثانية، بعدين بنعممها على كل الدرجة الثالثة الرابعة الخامسة الى اخره. لو فرضنا انه عندي تابع واي يساوي اكس مربع، الان لو تغيرت اكس بمقدار دلتا اكس راح يتغير واي بمقدار دلتا واي. نعم، الان بنعوض، عوضنا بالتابع للطرف الايمن في عندي مطابقه، بنحل المطابقه اكس مربع الاول زائد ضعف الاول بالثاني زائد مربع الثاني. أنا بدي دلتا واي، ليش؟ مشان أوصل لدلتا واي على دلتا اكس، مثل ما قلت، أنا دوما بدي دلتا واي على دلتا اكس ونشوف نهايته. فننقل واي من الطرف الأيسر إلى الأيمن. ننقلها لهون. وهي عبارة عن اكس مربع، واي تساوي اكس مربع. الآن بنختصر، هون عندي سالب مع موجب بتروح، وبنطالع دلتا اكس خارج قوس طلعناها. الآن بنقسم الطرف طرفين على دلتا اكس مشان يطلع معي معدل التغير. الطرف الايسر دلتا واي على دلتا اكس، الطرف الايمن بتروح دلتا اكس مع دلتا اكس. الان بنشوف نهايه الطرفين عندما دلتا اكس تسعى للصفر، يعني بنعوض الان دلتا واي على دلتا اكس نهايتها هي المشتق واي فتحه. بالطرف الايمن بنعوض دلتا اكس بالصفر، ضل عندي 2 اكس، فمشتق هذا التابع يساوي 2 اكس، اذا مشتق التابع واي يساوي اكس مربع مشتقه هو 2 اكس. مين هي 2 اكس؟ لاحظوا كيف هي. نضرب بالقوة ونخفض القوة بمقدار واحد. هاي القاعدة هي اللي بدها تكون لكل التوابع الصحيحة من الدرجة الثانية فما فوق. نضرب بالقوة ونخفض القوة بمقدار واحد. تعالوا نشوف أمثلة. واي يساوي اكس مربع. واي فتحة استنتجناها قبل قليل. نضرب التابع بالقوة. يعني 2 مضروبة بإكس مربع ناقص واحد، نخفض القوة بمقدار واحد وهي تساوي 2 إكس. مثال ثاني، واي تساوي ناقص إكس مربع. تماما، هون قوة واحد، فإذا لم تذكر القوة فهي واحد، وإذا كانت واحد كأنها غير موجودة، صح؟ فهي 2 اكس. هون نرجع لمثالنا، واي تساوي ناقص 2 اكس مربع بنفس الطريقة، واي فتحة نضرب بالقوة، معناته 2 او قبلها الناقص 2 ونخفض القوة بمقدار واحد، انتهينا، هذا مشتقه. مثال اخر، واي تساوي 3 اكس مربع، واي فتحة نضرب التابع بالقوة، معناته 2 ب3 6، ونخفض القوة بمقدار واحد بتصير اكس قوة واحد. تمام، هذا الكلام ممتاز. الآن نفس القاعدة إذا كان التابع من الدرجة الثالثة في الرابعة الخامسة إلى آخره. تعالوا نشوف على الدرجة الثالثة، واي تساوي اكس قوة ثلاث مكعب، واي فتحة نضرب بالقوة، القوة ثلاث، نخفض القوة بمقدار واحد اكس قوة 3 ناقص 1 وتساوي 3 اكس مربع بالضبط. اذا لاحظوا
ما اختلف شيء عندي، القاعدة هي نفسها ولو تغيرت الأرقام. مثال آخر، واي تساوي ناقص اكس قوة 4، خلاص كل التوابع مهما كانت القوة، واي فتحة تساوي نضرب بالقوة ما تناقص 4 ونخفض القوة بمقدار 1 اكس قوة 4 ناقص 1 وتساوي ناقص 4 اكس قوة 3. تمام، ممتاز هذا الكلام. معناته اني وياكم الان صار بامكاني اضع القاعده العامه لكل التوابع الصحيحه هي مالي، اذا كانت تابعه على الشكل التالي: واي تساوي اي امثال اكس قوه ان، القاعده واي فتحه تساوي نضرب بالقوه، هي القوه ان بالتابع بس لكن نخفض القوة بمقدار 1 ان ناقص 1. هاي القاعدة، هاي القاعدة لكل التوابع الصحيحة، لكل التوابع الصحيحة. الآن تعال نشوف أمثلة. مثال، طبعا هون بالأمثلة راح تكون حالات مختلفة معكم. واي تساوي 4 اكس قوة 5، واي فتحة نضرب التابع بالقوة، معناته 5 × 4 = 20، ونخفض القوة بمقدار 1 اكس قوة 4. ممتاز هذا الكلام. مثال ثالث، واي تساوي ناقص 2 اكس قوة 5، واي فتحة نضرب بالقوة ناقص 10، تمام، ونخفض القوة بمقدار 1، إذا مو ناقص 20 يا خلدون، ناقص 10 اكس قوة 4. تمام، هذا المشتق بالضبط. طيب المثال التالي، واي تساوي 2 اكس قوة ناقص 3، واي فتحة تمام نضرب بالقوة ناقص 3 ب2 ناقص 6، ممتاز. اما اكس قوة، اكس قوة عم نشوف الاجابات، عم استناكم تجاوبوا اكس شو قوتها. لا، اللي جبته ب2 او ناقص 2 مو صحيح ابدا، ما بيطبق القاعدة. فالقاعدة اكس قوة ناقص 3 ناقص 1 بهذا الشكل تماما، فاللي قالوا ناقص 4 هو الصح، ناقص 6 اكس قوة ناقص 3 وناقص 1 هي ناقص 4. ما بننسى هذا الكلام لانه احنا بنبني عليه تطبيق القاعدة، مهما كانت الارقام بتعامل معها باشاراتها مثل ما هي موجودة باشاراتها وحسب القاعدة، فهذا اللي سويناه فقط. اذا هاي بالنسبة للتوابع الصحيحة، هي اسهل المشتقات التوابع الصحيحة. واضحة هاي المشتقات التوابع الصحيحة؟ شو رأيكم؟ تمام؟ لا، اللي عم يسأل هذا السؤال، ما احنا قلنا بنطبق القاعده، التابع كان على الشكل التالي: واي تساوي 2 اكس قوه ناقص 3، واي فتحه، برد بكرر، بنطبق القاعده نضرب بالقوه، القوه ناقص 3 ب2 هي ناقص 6 الان، ونخفض القوه بمقدار 1، التابع كان على الشكل التالي: اكس قوه ناقص 3 ناقص 1. هاي القاعدة كانت بهذا الشكل، فبيكون عندي ناقص 6 اكس قوة ناقص 3 وناقص 1 هي ناقص 4. هيك المشتقات. فالآن أنا وياكم نبقى بالتوابع الصحيحة. لو فرضت عندي التابع التالي: واي تساوي اكس قوة 4، مشتقه شو بيساوي؟ يلا اعطوني مشتقه، اعطوني مشتقه، نضرب بالقوة 4 اكس قوة 3 ونخفض القوة بمقدار 1. ممتاز هذا الكلام. الآن هذا المشتق اللي هو 4 اكس قوة 3 مو هو تابع يمكن اشتقاقه؟ لاحظوا 4 اكس قوة 3 نقدر نشتقه؟ نقدر نشتقه. هذا هيك نسميه المشتق الثاني. واي فتحة بدي اشتقه، صار
المشتق الثاني اسمه. اذا المشتق الثاني يحسب بنفس الطريقه، نضرب بالقوه ونخفض القوه بمقدار واحد، 4 ب 3 12 اكس مربع. بالضبط. الان 12 اكس مربع مو هو تابع من الدرجه الثانيه يمكن اشتقاقه؟ تماما، هو تابع من الدرجه الثانيه يمكن اشتقاقه، هذا بنسميه المشتق الثالث. صرنا المشتق الثالث، قاعده الاشتقاق هي نفسها، نضرب بالقوه 24 ونخفض القوه بمقدار واحد، نفس الشيء 24 اكس هو تابع من الدرجه الاولى يمكن اشتقاقه، فبصير معي المشتق الرابع. لاحظوا انتم المشتق الاول الثاني الثالث عم يستخدم فتحات، بس عاد من المشتق الرابع فما فوق ما عاد هيك العرف، ما عاد بنستخدم فتحات، بصير على الشكل التالي واي قوة 4 بين قوسين، معناته هذا المشتق الرابع، هذا المشتق الرابع فتابع من الدرجة الأولى، قاعدة الاشتقاق شفناها المشتق يساوي الأمثال هو 24. هذا المشتق الرابع هو عبارة عن ثابت، معناته يمكن اشتقاقه، بيطلع معي المشتق الخامس. شو بيساوي المشتق الخامس؟ اشتقونا إياه. المشتق الثابت شو هو؟ هو صفر. صحيح هذا الكلام. طيب المشتق السادس هو صفر، والسابع صفر، والثامن صفر، والمية هو صفر. تمام. هذا الكلام بنسميها المشتقات المتتالية. يعني مو بشتق مرة واحدة، ممكن اشتق عدد لا نهائي من المرات. لاحظوا انتم الآن ممكن نجيب المشتق 100 والمشتق 1000 والمشتق 10000 إلى آخره، إلى آخره. هاي بنسميها المشتقات المتتالية للتابع الصحيح. هون عم نحكي المشتقات المتتالية للتابع الصحيح. الآن ممكن نستنتج من هذه المشتقات هو ما يلي: التابع عندي من أي درجة كان التابع؟ واي يساوي اكس قوة 4 من الدرجة الرابعة. فلاحظوا المشتق الرابع ثابت، المشتق الرابع ثابت، معناته احنا هون ممكن نوصل القاعدة التالية: إذا كانت مرتبة المشتق تساوي درجة التابع فالمشتق هو ثابت. هذا الكلام ثابت دوما محقق. إذا كانت درجة مرتبة المشتق تساوي درجة التابع فالمشتق ثابت، وكل مشتق مرتبته أعلى من درجة التابع شو بيكون؟ لاحظوا شو بيكون؟ بيكون صفر. بالضبط، بيكون صفر، بيكون صفر. هون صار أنا عندي قاعدة أحيانا ممكن ما في داعي للمشتقات. يعني لو قلت لكم الآن عندي التابع التالي واي يساوي اكس قوة 7، بدي مشتق العاشر فورا بدون ما نحل، شو مشتق العاشر يساوي؟ يساوي صفر. ليش؟ لأنه مرتبته أعلى من 7. تماما، هذا الكلام واضح. طيب بدي المشتق السابع، كيف بدي أنظر المشتق السابع؟ لحظة مرة أعطيكم قاعدة ثانية: المشتق السابع لهذا التابع كيف بدي أطالعه؟ هو مو صفر، هو ثابت، هو ثابت، بس شو بتساوي قيمته؟ يعني أنا لازم أشتق الأول والثاني والثالث والرابع والسادس حتى أصل للسابع؟ لا، طلعوا مثالنا اللي كان قبل قليل، 24 هذا المشتق الرابع، منين اجت 24؟ طلعوا منين اجت 24؟ هي عبارة عن 4 مضروبة ب3 عشان يطلع الجواب 12، مضروبة ب2 عشان يطلع الجواب 24، مضروبة ب1. فإذا هاي ال 24 هي لاحظوا شو هي؟ 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، هي فعلا 4 عاملة، 4 عاملة، معناته بس على الشكل التالي 4 عاملة، 4 عاملة هي 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، معناته يتابعنا هون الآن إذا بدي المشتق السابع، المشتق السابع هو يساوي 7 عاملة، عاملة 7 أو 7 عاملة. فإذا هاي بالنسبة للمشتقات المتتالية. رما عم تعطينا الجواب هو 5040، 5040، والعملية عاملة موجودة بكل الآلات الحاسبة، أنه من خلال الآلة الحاسبة في عندي العملية عاملة يمكن
أوجدها. فأني ما جربت هاي الآلة الحاسبة بهاي الآلة أو لا. حد طلعت معه بهاي الآلة الحاسبة موجودة، طلعوا عليها إن عاملة وين، شايفينها؟ شايفينها إن عاملة وين؟ فسبعة، هاي سبعة بدي العاملة إلها، طلعوا عليها هون إن عاملة فورا إن عاملة، فبيطلع 5040، 5040. إذا هاي بالنسبة للمشتقات المتتالية للتوابع الصحيحة، واضحة تماما؟ تمام. الآن بننتقل لتوابع أخرى، فراح ننتقل لتابع أنتم قد تلاقوه صعب، بس هو أول شيء اشتقاقه راح يكون سهل، بدنا نشوف بعد قليل بس نوصل للقاعدة، اشتقاقه سهل جدا. وهذا التابع راح يساعدني بكل التوابع اللي بدي أوجد مشتقاتها فيما بعد، كل التوابع اللي بدي أوجد مشتقاتها فيما بعد. مين هو هذا التابع اللي بده يساعدني بهاي المهمة؟ هو التابع اللوغاريتمي. فأني وياكم الآن بدنا نشوف مشتق التابع اللوغاريتمي الطبيعي. بذكركم باللوغاريتمات، إما عندي التابع لوغاريتمي أساسه العدد الطبيعي النيبيري إي بنكتبه بالشكل التالي، أو أساسه العدد العشري أو أي عدد آخر موجب نكتبه بالشكل التالي، أساسه إيه، أو إذا لم نذكر فما بيكون 10. فراح نبدأ بالأسهل، هو واي يساوي لوغاريتم إكس. بدنا نشوف شو قاعدة اشتقاق هذا التابع، بنعممها ونشتق بعض التوابع اللوغاريتمية اليوم، ونشوف بالمستقبل كيف بده يساعدني هذا التوابع بإيجاد مشتقات التوابع الأخرى. فلو فرضنا عندي التابع واي يساوي لوغاريتم إكس، تتذكروا مجموعة تعريف هذا التابع إن ما ضمن اللوغاريتم هو أكبر من الصفر. إذن هاي مجموعة تعريفه، من الصفر حتى الزائد لا نهاية، المجال مفتوح. الآن عندما تتغير x بمقدار دلتا x راح يقابله تغير بواي بمقدار دلتا واي. ليش انا عم اسوي ماشي بهاي الخطوات؟ مشان نوصل لوين؟ لمعدل التغير دلتا واي على دلتا x، ونشوف نهايته اللي هي المشتق بكل التوابع عم اسوي هاي العمليه. فاني الان بدي دلتا واي، ننقل واي للطرف الاخر لهون، ناقص واي اللي هي لوغاريتم x نقلناها من هون. الآن الطرف الأيمن لاحظوا لوغاريتم ناقص لوغاريتم، هذا بذكرني بخواص اللوغاريتم، لوغاريتم كسر، ما تبغى رجع على كسر، هذا يساوي لوغاريتم البسط x زائد دلتا x على x. إذا صار بهذا الشكل ممكن أصلح هاي العلاقة، أقسم x على x بيطلع واحد زائد دلتا x على x. الآن أنا بدي دلتا y على دلتا x، الطرف الأيسر منقسم على دلتا x، الطرف الأيمن نضرب بواحد على دلتا x، هون كأني قسمت على دلتا x يعني معناته. إذا لاحظوا صار عندي الآن معدل التغير. الآن الطرف الأيمن نضرب بx ومنقسم على x، ليش؟ لأنه في عندي شيء اسمه نهايات. بعيد هون بسيطة إعادة. إذا عرفنا إنه أنا وصلت لهون دلتا y يساوي لوغاريتم دلتا x زائد دلتا x على x. بس هون الفرح هو عبارة عن لوغاريتم كسر، رجعنا ضمن القوس x على x يساوي 1 زائد دلتا x على x. الآن بدي أقسم الطرفين على دلتا x، أنا بدي دلتا y على دلتا x، بدي أقسم الطرفين، الطرف الأيسر دلتا y على دلتا x، الطرف الأيمن نضرب بواحد على دلتا x، يعني هون كأني قسمت على دلتا x، هذا المقصود فيه مشان بس ما نعقدها. يعني كان بإمكاني أن يحط بهذا الشكل وتحتها دلتا x، صح هذا الكلام، بس بهذا الشكل أبسط لي. الآن نجي للطرف الأيمن نضرب بx ومنقسم على x، تتغير شيء قيمته؟ لا، بما أني ضربت وقسمت على نفس العدد ما بتغير معي شيء. ليش هذا الكلام؟ لأنه لاحظوا أنتم x على دلتا x مضروبة بالقوس، هاي عندما تتناهى دلتا x للصفر، عندما تتناهى دلتا x للصفر هون أو قبل ما تتناهى، ممكن اكتبها بشكل آخر مثل ما سويت هون،
لخواص اللوغاريتمات. مات هون في عندي خاصه باللوغاريتمات، لوغاريتم قوه تساوي القوه باللوغاريتم. مات انا الان برجع اكس على دلتا اكس للقوه، رجعناهم الان اذا تناهت دلتا اكس للصفر، لاحظوا هاي دلتا اكس للصفر، فهذا الحد كله، هذا الحد كله هو احد اشكال العدد الطبيعي النيبيري اي ضمن القوس، احد اشكال العدد الطبيعي النيبيري اي. معناته الان اذا تناهت دلتا اكس للصفر، الطرف الايسر بيكون هو المشتق، الطرف الايمن هو واحد على اكس مضروبا بلوغاريتم الاي، مضروبا بلوغاريتم الاي. فالان اطلعوا على الجنب الايمن هون لوغاريتم الاي، شو بيساوي لوغاريتم الاي؟ قلنا اذا تساوى العدد مع الاساس فاللوغاريتم شو بيساوي دوما؟ بيساوي الواحد. اذا هاي تساوي الواحد، يعني ممكن ما نكتبها، معناته بيكون عندي مشتق هذا التابع يساوي واحد على اكس. ممكن عم تسأل شو صار؟ طلعوا عندي هون هذا القوس، هذا القوس، بس هذا القوس اللي وصلنا له، احنا كل الشغل مشان اوصل لهذا القوس. هذا القوس عندما تتناهى دلتا اكس والصفر، هذا هون في شيء اسمه نهايه شهيره يساوي اي. هذا القوس كامل يساوي اي. سمعته؟ مشكلتي بسيطه صارت، واي فتحه تساوي واحد على اكس بلوغاريتم الاي، بس ولوغاريتم الاي يساوي الواحد، معناته المشتق يساوي واحد على اكس. هذا اللي بدي اياه. هاي للمشتق نحفظ القاعده على الشكل التالي، بنعممها. كيف بنعممها؟ هذا الواحد اللي هون هو مشتق ما ضمن اللوغاريتم، مشتق الاكس هو، وهاي الاكس هي ما ضمن اللوغاريتم. نحفظ القاعده بالشكل التالي، هذا اللي بتقول برد بعيد. اخر شيء، احنا هون مشينا بالخطوات حتى اوصل لقيمه هذا القوس فقط، بدي اوصل لهذا القوس. ليش بدي اوصل لهذا القوس؟ لانه هذا القوس نهايته عندما دلتا اكس تسعى للصفر هي اي، معناته بس تسعى دلتا اكس للصفر صار الطرف الايسر نهايته هي المشتق، الطرف الايمن واحد على اكس اللوغاريتم الاي. لوغاريتم الاي مثل ما قلت لي بتساوي الواحد، معناته بيكون هذا هو مشتق هذا التابع. بنحللها هيك على الشكل التالي، هذا المشتق وبنحفظها بهذا الشكل. مشتق هذا التابع واي يساوي لوغاريتم اكس يساوي واحد، الواحد شو هي؟ هي مشتق ما ضمن اللوغاريتم على اكس، الاكس شو هي؟ على ما ضمن اللوغاريتم او ما تحت اللوغاريتم، هيك بدنا نحفظها في القاعدة. مشتق التابع اللوغاريتمي هو مشتق ما ضمن اللوغاريتم او ما تحت اللوغاريتم مقسوما على ما ضمن اللوغاريتم او تحت اللوغاريتم. هيك بنحفظ القاعده ونطبقها، ونيكم راح نشوف الان عدد من الامثله كيف بدي اطبق هاي القاعده. ومثل ما قلت لكم هذا من القواعد البسيطه جدا. فشوفوا الامثله، واي يساوي لوغاريتم 2 اكس، واي فتحه تساوي خط كسر البسط مشتق ما ضمن اللوغاريتم 2 اكس، بنعرف مشتقها تابع من الدرجه الاولى، شو مشتقه؟ يساوي 2. الامثال على ما ضمن اللوغاريتم، ما ضمن اللوغاريتم هو 2 اكس، بس هاي القاعده. ممكن اختصر الان، 2 مع 2 بضل عندي 1 على اكس، 1 على اكس. تمام؟ نشوف مثال ثاني. مثال ثاني التابع عندي يا واي يساوي لوغاريتم 3 اكس قوة 4، واي فتحة القاعدة خط كسر البسط مشتق ما ضمن اللوغاريتم، نضرب بالقوة 12 ونخفض القوة بمقدار 1، مش تابع صحيح، على ما ضمن اللوغاريتم 3 اكس قوة 4، ما ضمن القوسين فورا نحطه هون. ممكن اختصر الان، الاربع ال 12 مع 3 بضل عندي 4، والاكس مكعب مع اكس قوة 4 بضل اكس، معناته 4 على اكس، 4 على اكس.
إذن هذا المشتق التابع اللوغاريتمي، بس هو ما بننسى إنه شو عندي الأساس هو العدد الطبيعي من تيري إي. بنفس الطريقة بدنا نشوف مشتق التابع واي يساوي لوغاريتم إكس، لوغاريتم إكس. لاحظوا لو مشينا بنفس الخطوات هون بدل ال N بده يكون لوج لوج لوج، لاحظوا نفس الخطوات ما نمشي لوج، تمام؟ بالاخير لوج اي، بس لوج اي لا يساوي الواحد، راح تضل موجوده، فمعناته مشتق هذا التابع واي يساوي لوجاريتم اكس يساوي واحد على اكس مضروبا بلوغاريتم الاي، فبيكون معناته هذا التابع واي يساوي لوغاريتم الاكس مشتقه، مشتق ما ضمن اللوغاريتم على ما ضمن اللوغاريتم بلوغاريتم العدد الطبيعي اي، بلوغاريتم العدد الطبيعي اي، تمام؟ راح شوف امثله لاني الان نبدا بالامثله. واي يساوي لوغاريتم 2 اكس، واي فتحه خط كسر مشتق ما ضمن اللوغاريتم ببسط 2 على ما ضمن اللوغاريتم 2 اكس، بس لكن مضروبا بلوغاريتم الاي، باللوغاريتم الطبيعي للاي. هون ممكن اختصر 2 مع 2 فبيظل معي 1 على اكس بلوغاريتم الاي. امثله اخرى، خلاص هو اخر تابع راح ناخذه بهذا التابع اليوم، بس امثله اخرى على هذا التابع. واي يساوي لوغاريتم 2 اكس، اوجدناه 1 على اكس بلوغاريتم الاي. التابع الثاني، واي يساوي لوغاريتم 3 اكس عفوا 2 اكس مكعب، واي فتحه مشتق ما ضمن اللوغاريتم البسط 6 اكس مربع على ما ضمن اللوغاريتم 2 اكس قوة 3 بلوغاريتم الاي. ممكن اختصر هون الان، 6 مع 2 3 واكس مربع مع اكس مكعب بضل عندي اكس، معناته بكون هذا هو مشتق هذا التابع، هيك نوجد مشتق هذا التابع. امثلة اخرى عندي التابع التالي، واي يساوي لوغاريتم اي قوة 2 اكس، واي فتحة هذا تابع لوغاريتمي شو رايكم؟ هو الان تلبكتوا مشتق ما تحت اللوغاريتم مشتق هذا التابع، ما راح هو تحت في قاعدة للاشتقاق ما راح احكي عليها اليوم، بس الان بدي اعتبره انه عندي التابع بهذا الشكل، ما فيني اكتبه بصيغة ابسط ان بركز على هذا الكلام. لوغاريتم قوة شو بتساوي؟ لوغاريتم قوة تساوي القوة باللوغاريتم، فصار تابع بهذا الشكل، صار تابع بهذا الشكل. لوغاريتم الاي شو قلت لي بتساوي؟ شو بتساوي؟ الواحد، معناته تابعي صار واي يساوي 2 اكس، معناته مشتقه شو بيساوي؟ يساوي 2 بالضبط. فأنا هون بدي اوصل لهي النتيجة، انا اعطيكم هذا المثال حتى اوصل لهي النتيجة، اي تابع يمكن كتابته او تحويله الى شكل ابسط من اجل اشتقاقه بطريقة ابسط، العملية صحيحة 100%، انتم بعد المحاضرة المقبلة راح نشتقه بطريقة ثانية، بس مو هاي الطريقة اسهل لي الان اللي اوجدت المشتق فيها؟ اسهل لي من هيك؟ في اسهل من هيك طريقة؟ ما في، يعني حولته لشكل ابسط لاشتقاقه بطريقة ابسط. امثلة اخرى على التحويل للاشتقاق بطريقة ابسط، شوفوا لي التابع التالي، واي يساوي اكس مربع 2 واي فتحة شو بتساوي؟ شو رأيكم؟
سبقته ما هيك؟ هيك شايفكم سبقته مع انه الفكرة بسيطة جدا. طيب رقم واضح كتبت 2 اكس على 0 معناته ما عرفت شو بدنا نساوي. طلعوا عندي شو بدنا نساوي، هذا التابع مو نفسه هو نص اكس مربع، مو نفسه هو هذا التابع؟ لا 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 ما بدي كسر، يا ما بدي كسر ابدا، ما بدي كسر، ما بدي اروح على الكسر. فانت الان رحت على الطريقه الصعبه، يعني عم بقول لك بدي اروح على الطريقه الاسهل. فلاحظوا هذا شو بيساوي، هذا بيساوي نص اكس مربع. معناته الان انتوا عرفتوا نضرب بالقوة ونخفض القوة بمقدار واحد، شو بيطلع المشتق؟ معناته يلا اعطوني المشتق، هي بس قلت لكم اياه. نضرب بالقوة ونخفض القوة بمقدار واحد، شو بيطلع الجواب؟ يطلع اكس بالضبط، يطلع اكس فقط، يطلع اكس. ليش؟ لانه 2 ضرب نص 1 ونخفض القوة بمقدار واحد هو اكس. طيب القاعدة كيف نجد المشتق؟ القاعدة واي فتحة تساوي نضرب بالقوة يعني نصف ضرب 2 ونخفض القوة بمقدار واحد، يعني هون عندي 2 ناقص 1 بنصلح، هاي القاعدة. فلاحظوا عندي هون نص ضرب 2 بروح 2 مع 2 بظل عندي 1، نفس الشيء اكس قوة 2 ناقص 1 هي 1، معناته المشتق واي فتحة يساوي الواحد يساوي الاكس. بس طبقت القاعدة ما سويت شيء. قاعدة مشتق تابع من الدرجة الثانية، هذا اللي سويناه، طبقناه فقط. إذا نبدأ من هاي القاعدة إنه أي تابع يمكن تحويله من شكل إلى شكل أبسط لاشتقاقه بطريقة أبسط بتكون العملية صحيحة. تماما، اني بسطته هو تابع صحيح مو كسري، البعض فورا انتبه له انه كسري بده يطبق عليه قاعده كسري، لا احنا بنشوف بعدين بالمستقبل انه انا ممكن اشتقه بطرق اخرى اصعب. بس انا فورا قلت لك ننظر له على انه تابع صحيح، على انه تابع صحيح. اخر مثال واي يساوي لوغاريتم اي قوة اكس. شو بيساوي هذا اذا بدي ابسطه؟ اذا بدنا نبسطه كيف بدنا نبسطه؟ هذا لوغاريتم قوة اكس بلوغاريتم الاي، صحيح؟ طيب واي فتحة شو بتساوي؟ لا في بعض الاجابات صح، بس بدي الباقي بدي الاجابه الصح شو هي؟ هي ليست صفر ابدا. ليش واحد؟ مو واحد ابدا. اذا تابع من لحظه، اول شيء بس اني هون طبقت القاعده تبع خواص اللوغاريتم، لوغاريتم قوه تساوي القوه باللوغاريتم. الان عندي تابع صار تابع من الدرجه الاولى، المشتق يساوي الامثال، مين امثاله؟ هو لوغاريتم الاي، امثاله هو لوغاريتم الاي. فريهام مو اكثر المشتق امثال اكس لانها اكس من الدرجه الاولى، اذا بس راح نتوقف عند هذا الحد. فوصلنا هون عند قواعد اللوغاريتم، خلصنا اللوغاريتمات، لانه بالمحاضره المقبله بدنا نبدا نتابع بقواعد الاشتقاق الاخرى. وتذكروا انه دوما بدي استخدم مشتق لوغاريتم كمساعد لايجاد المشتقات الاخرى. فاذا في عندكم اي اسئله بجاوبكم عليها حتى الآن، ما في نلتقي للأسبوع المقبل. شفتوا الوظيفة كلكم على مودل؟ طبعا شفتوا الوظيفة، الوظيفة مجموعة من
أسئلة تعرفوا تحلوا قسم منها حتى الآن، فلا تستعجلوا، انتظروا حتى نخلص من المواضيع اللي تشملها الوظيفة. فإذا ما في أسئلة إلى اللقاء. مشتق التابع هندسيا، معلش اللي بده يطلع يطلع واللي ما بده يطلع بده يعيد. مشتق التابع هندسيا هذا التابع، عندي تابع هذا منحناه للتابع باللون الأسود جاي. الآن لو عطينا لإكس قيمة إكس واحد، هاي إكس قيمة إكس واحد، شو راح تكون واي؟ راح تكون واي واحد. أما لو أعطيت لإكس قيمة إكس اثنين راح تكون واي عند واي اثنين، لأنه بس تغير إكس راح تتغير واي. الآن إحنا عرفنا دلتا واي بأنه الفرق بين واي اثنين وواي واحد. لاحظ واي اثنين ناقص واي واحد هي نفسها هون مساوي لهذه القيمة. نفس الشيء عرفنا التغير في إكس بأنه إكس اثنين ناقص إكس واحد. لاحظ إكس اثنين ناقص إكس واحد هاي دلتا إكس وهي نفسها هون. فمعدل التغير دلتا واي على دلتا اكس، اذا نطلع عليه هون على الشكل نشوف انه دلتا واي على دلتا اكس هي المقابل على المجاور لمين؟ للزاوية التي يصنعها القاطع للمنحني بالنقطتين A و M، الزاوية التي يصنعها هذا القاطع، هاي معدل التغير. طيب المشتق شو هو المشتق؟ هو نهاية هذا المعدل عندما دلتا اكس تسعى للصفر، يعني مقصود في دلتا اكس تسعى للصفر تقريبا تنطبق اكس 2 على اكس 1، هيك بصير قريبه من الصفر، تنطبق اكس 2 على اكس 1. يعني الان اكس 2 اذا اخذت القيمه اكس فتحه، لاحظ شو بده يصير المستقيم هذا الاسود، القاطع الاسود بده ينزل للاسفل شوي، بده يصير هذا باللون الازرق، وكلما اقتربت شوي بده ينزل للاسفل حتى توصل لوين؟ لاكس 2. هذا القاطع بده يصير عبارة عن المماس باللون الأحمر، القاطع راح يصير عبارة عن المماس باللون الأحمر، معناته بيكون الآن عندي دلتا اكس تناهت للصفر، وبالتالي بدل ما يكون عندي ميل القاطع بصير ميل المماس، ميل المماس، فبيكون المشتق واي فتحة هو ميل المماس عند أي نقطة، المشتق هو ميل المماس. فأني قلت آخر شيء انه اذا اني بدي اعرف التابع متزايد او متناقص علي ان اوجد المشتق، ليش؟ حتى اعرف ميل المماس. فاذا كان المشتق المماس بهذا الشكل واي فتحه بيكون اكبر من الصفر، اما اذا كان بهذه النقطه بيكون واي فتحه اصغر من الصفر، اما بهذه النقطه اذا كان موازي لمحور الستينات بيكون واي فتحه تساوي الصفر. فهذا هو المعنى الهندسي للمشتق، وقلت اني بستفيد منه مشان اعرف التابع متزايد او متناقص من خلال ميل المماس، لانه ميل المماس هو المشتق. فهذا كل ما لدينا، اذا بعد في اسئله نجاوب عليها، ما في، نلتقي ان شاء الله بالاسبوع المقبل.